اللقاء التأسيسي ما كاين حتى شي مشكل. وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. في هذا الإطار تم عقد اليوم الجمع التأسيسي للهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب التي مرت في واحد الجو يعني أخوي، جو تسود النقاش الإيجابي. تمت واحد مجموعة ديال الاقتراحات اللي أخذت بعين الاعتبار من طرف اللجنة التحضيرية في الأول، وإن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن. حنا خدينا كرئيس ليها اللي هي بعد انتخاب الجمع العام لشخصي، كانت الفكرة الأولى ديال إنشاء هاد الهيئة، وهي كرامة المتقاعد المعنوية، لأنني فعلا حاولت من خلال وسائل الاتصال المعروفة حاولت نغير مع مجموعة ديال الإخوان ديك الفكرة ديال من هو المتقاعد. المتقاعد هو ماشي هو اللي مقابل غير الضوا يطفي الضوا ويصد الروبينيات ولا يمشي يلعب دامة. متقاعد هو واحد الكنز، متقاعد عنده واحد التجارب اللي دوزها حياته، أقلهم دوز 30 سنة. هاد يعني عنده واحد يعني ممكن ان المجتمع مازال يستافد من المتقاعد احسن من واحد يلا مبتدئ في الوظيفه او لا في شي مهنه من المهن اللي هي المعروفه هنا في الصعيد. المتقاعد ساهم في بناء هذا البلد. المتقاعد ترك واحد البصمه، وبصمه ايجابيه في هذا المجتمع. لما نبقى ندخل في المجالات، لان كل مجال جميع المجالات اللي كان فيهم متقاعد ما مشى الا خلى واحد البصمه وخلى واحد الخبره اللي كان كسبها هو وزعها وكذا ووصلها لواحد المجموعه ديال الناس. نعتبر ان هذه المحطه هي محطه تاريخيه، خصوصا واننا نجحنا ولله الحمد في تأسيس هيئة المتقاعدات والمتقاعدين المدنيين بالمغرب، حيث تم النقاش بشكل حر وبشكل إيجابي جدا، ساهم فيه الجميع بمقترحات وبتعديلات للقانون الأساسي، وكانت تصب كلها في خدمة المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق. طبعا هذه الفئة التي تستحق كل التنويه وكل العناية، لأنها قدمت الكثير للوطن، قدمت بتفانيها وبإخلاصها في عملها، وها هي اليوم بعدما أنهت مشوارها العملي ينبغي للدولة، ينبغي للمجتمع، ينبغي للجميع أن يعيرها حقها، لأنها في هذه المرحلة من العمر تستحق عناية خاصة، وخاصة الاهتمام بأوضاعها الاجتماعية، علما أن العديد من المتقاعدات والمتقاعدين يعانون في الجانب المادي من الجانب الاجتماعي، لأن راتب المعاش لا يتطور، إنه ثابت. ولهذا نطالب كل الجهات المعنية لكي تتدخل لتنمي وتحسن الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة التي أفنت عمرها من أجل بناء صرح الوطن. وأكيد أننا لنا كل الآمال بأن تتحقق هذه الأمور، وهذا ما استسعى إليه الجمعية من خلال الترافع، من خلال الدفاع عن هذه الحقوق. فتحية لكل المشاركات ولكل المشاركين، وتحية خاصة للمكتب الذي سيقوم بهذا الدور، وشكرا لكم. جهة الشرق حاضرة في هذا الجمع العام التأسيسي المبارك، نحمد الله عز وجل أننا نجحنا في هذه المحطة، وسننجح إن شاء الله بحول الله مع قوته في المحطات المقبلة. فتحية لكل الحضور الكريم، سواء من العيون، من طنجة، من فاس، من مراكش، من جميع جهات المملكة.
متقاعدات ومتقاعدين، وأحيي الأخوات المتقاعدات الذين اللواتي حضرنا بكثافة لهذا الجمع المبارك الذي نجح بكل المقاييس، وهذا ما كنا ننتظره ولله الحمد. على المؤتمر الوطني التأسيسي لهيئة المتقاعدين بالمغرب انطلاقا من هذا الصباح بحضور ممثلي جميع الجهات المغربية، وقد مر هذا المؤتمر في ظروف جد عادية رغم المعرفة ديالكم بهذا الانتشار هذا الوباء ديال كوفيد 19، فإننا استطعنا تنظيميا بالتباعد وبوضع الكمامة على إنجاح هذا المؤتمر، لأن أدبياته والقانون الأساسي ديالو فتح المجال للنقاش كان طويل وعسير جدا، حرصا من جميع المتقاعدين الحاضرين في المؤتمر على إنجاح هذه المحطة الأولى. الملاحظة التي تثلج الصدر هو أنه طلبنا من جميع الإخوان الحاضرين يترشحوا لرئاسة الهيئة، إلا أن الإخوان جميعا رفضوا أن يتقدموا أمام الأستاذ رجاء عبد العزيز نظرا لسهره على هذا التنظيم منذ أكثر من 3 سنوات، وهو يدبر بكل جد ويدبر الخلافات والمشاكل، هي جزء من الخلافات ومشاكل المجتمع، فكان أبا حنونا وكان شخصا استطاع لمدة 3 سنوات أن يحمل بين يديه وفي قلبه هذا المولود، فقد كان في الحقيقة رجل يستحق أن يكون على رأس هذا التنظيم ليذهب به أبعد من ذلك. أدام الله على جلالتكم نعمه الظاهرة والباطنة وشد أزركم وأمدكم بنصره المبين في كل ما تخوضونه من ملاحم للذود عن حياد الوطن وصون وحدته وإعلاء صروح النماء والرخاء والأمن والاطمئنان و70 المثاني والقرآن الكريم في ولي عهدكم صاحب السمو الملكي مولاي الحسن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.